أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبنبدأ معكم أولى فقراتنا الحوارية في هذا الصباح والقراءة في صاحبة الجلالة وأهم الموضوعات والعناوين اللي بتطلعنا بها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. يقرأ معي هذه الموضوعات وهذه العناوين ضيفي الكريم الأستاذ علاء معتمد، مدير تحرير جريدة الجمهورية. صباح الخير أستاذ علاء. صباح الخير. اسمح اسمحنا في البداية نبدأ من جريدة الأهرام ونطلع منها إعادة هيكلة ديون الحكومة لبنك الاستثمار، تعزيز دوره تنمويا، تسوية المديونات مقابل أصول الشركات أو طرح أسهمها بالبورصة. يعني أهمية هذه الخطوة، يعني هناك كثير من المؤسسات دائنة لبنك الاستثمار في الحقيقة، يعني ممكن من بينها كمان مبنى التلفزيون في هذا الأمر. صحيح. إذا احنا نتعامل مع هذا فكرة هيكلة الديون الموجودة على المؤسسات حتى يقوم هذا البنك بالدور المطلوب والمنوط به في الفترة اللي جاية. الحقيقة دي مشكلة قديمة كانت بتواجه الحكومة لفترات طويلة. التشابكات المالية اللي ما بين بنك الاستثمار القومي وما بين الشركات الحكومية أو ما بين الهيئات الحكومية المدينة لهذا البنك يعني يمكن خدت وقت طويل جدا وأصبحت بمبالغ كبيرة جدا. تشابكات ما بين شركات، ما بين هيئات، ما بين مصالح، ما بين أن الدولة بتعتبر أن ما كانش بيتم تحصيل الديون المستحقة لبنك الاستثمار القومي من هذه الشركات وهذه الهيئات، وبالتالي ده أدى إلى ضعف الدور اللي بيقوم به بنك الاستثمار القومي. بنك الاستثمار القومي له دور مهم جدا في عملية التنمية، وإنه بيشارك في إقامة مشروعات قومية كبرى ومشروعات كثيرة مع الشركات العامة التابعة للحكومة، لكن للأسف مديونية هذه الشركات لبنك الاستثمار وبيقوم بتقديم قروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل للشركات لتنفيذ الخطة الاقتصادية اللي بتعدها وزارة التخطيط سنويا، لكن للأسف الشديد أن هذه الهيئات ما بتلتزمش وهذه الشركات ما بتلتزمش بسداد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومي. ده أدى لمجموعة من المشاكل وللتشابكات المالية اللي موجودة داخل الحكومة. الحكومة الآن بتحاول تفك هذه التشابكات، بتحاول تعيد مرة أخرى لبنك الاستثمار القومي دوره اللي كان بيقوم به. في مجموعة من الأفكار والمقترحات حاليا لفك هذه التشابكات من خلال ممكن استغلال الأصول غير المستغلة اللي موجودة عند الشركات المدينة لبنك الاستثمار القومي، ويقوم البنك باستغلال هذه الأصول إذا كانت أراضي، إذا كانت عقارات، إذا كانت أصول يمكن بيعها وممكن استغلالها بطريقة أفضل، أو أن بنك الاستثمار القومي يبدأ طرح أسهمه في بعض الشركات اللي هو مشارك فيها، يتم طرحها في بورصة الأوراق المالية، وبالتالي يستعيد مرة أخرى يعني جزء من الأموال الغير قادر على استردادها. وأيضا هناك مقترح بإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وإعادة قانون اللي بيعمل من خلاله هذا البنك، بحيث أن أنا أديره دور أكبر وأن أنا يعني أستطيع أني أحصل مستحقاتي وتبقى ليها أولوية في تحصيل مديونية البنك لدى هذه الشركات. تمام. فكرة الأصول الغير مستغلة يا أستاذ علاء يمكن دي مهمة جدا، وفي بعض المؤسسات عندها بالفعل أصول غير مستغلة ولا يتم الاستفادة بيها، وممكن تكفي كمان ديونها اللي هي تسدد بيها في هذا الأمر. احنا يمكن لغاية دلوقتي يمكن مش شايفين تعامل جد في هذا الملف حتى الآن، ممكن ده يساعد في الخطوة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. في خطوة تم اتخاذها مؤخرا بإنشاء صندوق مصر السيادي. تمام. هذا الصندوق هيقوم بدور مهم جدا في استغلال الأصول غير المستغلة للدولة، بمعنى بنك زي بنك الاستثمار القومي له مديونية عند مجموعة من الشركات، ممكن ان انا احصل او ان انا تقول ملكية الأصول غير المستغلة زي الأراضي، زي العقارات، زي ما قلنا، وممكن يعني بعض الأصول الأخرى يمكن للبنك استغلالها، ممكن للصندوق السيادي إن هو يستثمرها بصورة أفضل، ممكن يعيد طرحها للسوق بصورة أفضل وبأسعار تتناسب مع قيمتها الحقيقية. هناك قيمة حقيقية لأراضي، هناك شركات عامة عليها مديونية كبيرة جدا ورغم ذلك لها أصول تقدر بالمليارات ولا يمكن استغلال، ولم تحسن هذه الشركات وهذه الهيئات استغلال مثل هذه الأصول. الاستغلال الأمثل لهذه الأصول هيحل مجموعة من المشاكل، أهمها مشكلة المديونية المستحقة على هذه الشركات. وبنقول إذا هذه الشركات وهذه الهيئات إذا يمكن تم تحريرها من الديون المفروضة عليها، ده بيخليها أنها تقوم بدورها أفضل وتحسن من وضعها المالي أكتر. يمكن عدد كبير من الشركات والهيئات
خاصة في بعض الهيئات التابعة. يمكن لو بنتكلم على هيئة السكك الحديدية، المؤسسات الصحفية القومية، زي ما حضرتك قلت، يمكن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في شركات كتير جدا لها أصول تقدر بالمليارات ولا تحسن استغلال مثل هذه الأصول. خلينا نروح لعنوان آخر من جريدة الأخبار ونطلع منها. مسابقة لتعيينات المعلمين في سبتمبر المقبل، شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين وتشغيل الطاقات العاطلة بالمصانع. خلينا نبدأ بمسابقة وزارة التربية والتعليم، في كلام عن 48 ألف تقريبا احتياجات وزارة التعليم في المحافظات المصرية المختلفة. يعني كيف سيتم التعامل معها حتى نضمن الشفافية والحيادية والنزاهة، وأن تكون في بالفعل هناك يعني تنفيذ للمتطلبات الحقيقيه لكل محافظه؟ يعني احنا كنا كان في مسابقه قبل كده وكان لك للاسف مش عارف راحوا فين، وجوم المحافظات اختلفت، كان في برضه حاجات كده. اعتقد ان احنا دلوقتي دخلنا يمكن المرحله لفتره الرئاسه الثانيه للرئيس السيسي، كان بيتكلم على بناء الانسان المصري وبيتكلم على اصلاح منظومه التعليم ومنظومه الصحه. فعلا بدأنا إصلاح التعليم، بدأنا منظومة جديدة للتعليم. إذن هناك رؤية كاملة، وأعتقد أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم لديه رؤية متكاملة لتحسين نظام التعليم في مصر. ما فيش شك أن المعلم هو الأساس في إصلاح أي نظام تعليمي إحنا بنرجوه. إذا تم إعداد معلم جيد، إذا تم حل مشكلة المعلمين سواء في العجز اللي موجود في المدارس، سواء في تحسين مستوى معيشة المعلم، سواء في إعداده إعداد جيد خريج الكليات وخريجي يعني كليات التربية والكليات المؤهلة لتخريج معلمين جيدين وتدريب هذا المعلم بصورة جيدة، أعتقد أنه هو ده الأساس في البداية لإصلاح نظام التعليم. وبالتالي سد العجز زي ما حضرتك بتقول في المسابقة الجديدة دي، ده خبر مهم جدا، ويعني خطوة هامة في أننا أسد العجز خاصة في المحافظات. هناك محافظات بنشوف في الصعيد، بنشوف في الوجه البحري في مشاكل كبيرة جدا، في نقص كبير في المدرسين، بنشوف مدرس واحد ممكن يدرس أكتر من مادة، بنشوف مدرسين يعني فيها نقص في بعض المواد. وبالتالي سد العجز في المدرسين سواء الموجودين في القاهرة، في اسكندرية، في المحافظات، في الصعيد، ده عامل مهم جدا وخطوة مهمة جدا في أن أنت تستكمل عملية إصلاح المنظومة التعليمية في مصر. واعتقد انها باذن الله هتبقى افضل في إن شاء الله السنوات القادمه. طيب فكره اللي هي يكون وجود شركه وطنيه، بقى الموضوع الثاني من العنوان، شركه وطنيه لمساعده صغار المنتجين وتشغيل الطاقات العاطله بالمصانع، اهميه هذا الامر وطبيعه الشركه دي كيف ستتعامل مع هذه الملفات؟ يعني احنا كلنا بنتكلم على صغار المنتجين وان المنشات الصغيره والمتوسطه وضروره دعم المشروعات الصغيره. المشروعات الصغيرة مهمة جدا في توفير فرص عمل للشباب، تشجيع ثقافة العمل الحر ده شيء مهم جدا، ان انت تشجع الشباب ان هم ما يستناش الوظيفة الميري وما يعتمدش على انه منتظر ان هو يقعد في مكتب او ان هو ينتظر ان هو يعتمد على الحكومة في توفير فرصة عمل. الحكومة هنا بتساعد بطريقة غير مباشرة من خلال تشجيع العمل الحر، تشجيع البنوك. هناك مبادرة اللي طرحها الرئيس مع البنك وطلب من البنك المركزي ان هو يطرحها ب 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفايدة محدودة لا تزيد عن 5%. وبالتالي ده كان يمكن مشروع مهم جدا ومبادرة جيدة من السيد الرئيس. ده بيساعد الشباب على انهم يعملوا مشروعات حرة، مشروعات يعني توفر فرص عمل وايضا تزيد من العمليه الانتاجيه. الشركه اللي بنتكلم عليها يمكن ده تتعامل مع بتتحرر من القيود اللي بتفرضها التعامل مع البنوك، بتتحرر من الضمانات وتتحرر من اللوائح والقوانين الحكوميه اللي بتفرض عليها تعاملات معينه مع الشباب. واعتقد ان دي لكن يمكن تحتاج رقابه شويه في على مثل هذه الشركات، لابد من رقابة من الدولة ومن الحكومة على مثل هذه الشركات بحيث انها ما تستغلش الشباب استغلال خاطئ. ويعني ده لكن تشجيع مثل هذه الشركات انها
تساعد الشباب على التمويل، تساعدهم على تسويق منتجاتهم، ده خطوة مهمة جدا لتوفير فرص العمل. تمام. طيب نروح لعنوان آخر من جريدة الجمهورية ونطالع منها. رئيس الرقابة الإدارية بمؤتمر النزاهة في الكويت، مواصفات قياسية للقضاء على الرشوة، ندعو لتكامل جهود الدولة لمكافحة الفساد، خبراتنا واسعة لتعزيز النزاهة. وطبعا لا أحد ينكر الدور الكبير اللي بتقوم به الرقابة الإدارية في ملف الفساد. خليني أحيي الرقابة الإدارية الحقيقة في الفترة الأخيرة عاملة جهد مشكور وعاملة جهد طيب في ضبط المنظومة في مصر بالنسبة لموضوع الفساد. ضبطت مجموعة كبيرة جدا من القضايا خلال الفترة الأخيرة، وأصبح كل مسؤول في أي مكان دلوقتي عارف إن عليه عين رقابية وعليه رقابة شديدة ورقابة يعني هتحاسبه على كل قرش هياخده، سواء بطريقة غير مشروعة أو بعيدا عن الأعين. وبالتالي هذه الهيئة بتقوم بهذا الدور، دور هام جدا. موضوع الرشوة أعتقد أن اللجوء لميكنة الإجراءات في كل يعني هيئة وفي كل مصلحة وفي كل مكان، وتطبيق زي ما بيقولوا معايير الحوكمة، أن أنت في كل مكان لو هتطبق موضوع الميكنة هتمنع وتقلل على قدر الإمكان تدخل العنصر البشري في الإجراءات. إذا تم تقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات اللي بيتم التعامل فيها مع الجمهور، هيكون عامل مهم جدا في تقليل عملية الرشوة. الحاجة التانية ان انت يعني تكون عملية الحوكمة وتطبق معايير الحوكمة الحقيقية اللي منصوص عليها بالنسبة للمحاسبين اللي بيتعاملوا والإدارات المالية اللي موجودة في الشركات أو في الهيئات، ده عامل مهم جدا أن يبقى هناك رقابة سواء من الجمعيات العمومية اللي موجودة في مثل هذه الشركات، سواء من مجالس الإدارات، سواء من أيضا ده يمكن بالنسبة للشركات، لكن بالنسبة للهيئات عليها عين رقابية. أعتقد أن هيئة الرقابة الإدارية بتقوم بدور مهم جدا خلال الفترة الأخيرة. فكرة اللي هي تكامل الجهود، يعني كمان رئيس الرقابة الإدارية ده لتكامل الجهود الدولية لمكافحة الفساد، خاصة أن ده أفعى عالمية موجودة في كل المجتمعات في الحياة، وبالتالي هناك خبرات ممكن ربما لبعض الدول في كيفية التعامل مع هذه الملفات. فكرة تكامل الجهود بين سواء على المستوى العربي حتى تحديدا في ظل هذا المؤتمر الذي يعقد في الكويت، أهميته في هذه هناك تجارب دولية مهمة قوي، ويمكن في تجارب عربية أيضا. يمكن لو شفنا في الإمارات كانت من أول الدول العربية أو من بدايات الدول العربية، أوائل الدول العربية اللي طبقت منظومة ميكنة الإجراءات الحكومية، وكانت بتقول عليها الحكومة الإلكترونية الجديدة، وده كان عامل مهم جدا في القضاء على الرشوة والفساد. أيضا أن أي فاسد أو أي حد بيتلاعب إذا وجد العقاب وتم تطبيق العقاب على الجميع بدون استثناء، وإن يكون هذا العقاب على الصغير وعلى الكبير. إحنا شفنا يمكن في الفترة الأخيرة بدون تمييز والحقيقة ده فعلا اللي شفناه في مصر في السنوات الأخيرة. شفنا وزير بيتم القبض عليه، وشفنا محافظين بيتم القبض عليهم، وما كانش فيه حرج على الحكومة. بالعكس، الحكومة كانت بتوجه رسالة للجميع إن أي حد هيفسد هيتم محاسبته وعقابه عقاب شديد وفقا للقانون. عندما نتكلم على القوانين بقى، خلينا نروح كمان للمصري اليوم ونطالع منها. تجديد عقوبة الاعتداء على أراضي الدولة، الموجة الـ 12 تسترد 33 ألف فدان زراعي ومليون ومئة ألف متر مباني. يعني فكرة الوجود تشريع بيغلظ العقوبة على المعتدين على أراضي الدولة، فكرة كمان تطبيق هذا القانون على أرض الواقع. يعني دي الفترة اللي من بعد ثورة يناير 2011 حدثت فوضى كبيرة جدا في البلد، وكانت فترة خصبة بالنسبة للناس اللي تعدت على أراضي الدولة والناس اللي سرقت ونهبت في أراضي الدولة. كان يمكن الفترة دي كان فيها غياب للأمن وغياب لقبضة الدولة على وسيطرتها على الأصول وأراضي الدولة، ده حق الشعب، وبالتالي سرقة حق الشعب لابد من إعادته مرة أخرى. وأعتقد أن الرئيس حريص جدا على هذا الأمر، وتعليماته وكل توجيهاته للوزراء في هذا الأمر أن منع
لاعتداء على حقوق الدولة، ولابد من استرداد حقوق الدولة. حقوق الدولة دي هي حقوق المواطن البسيط، هي حقوق المواطن الغلبان. استرداد مثل هذه الأراضي هو لصالح المواطن الغلبان، المواطن اللي بيئن حاليا من ارتفاع الأسعار، كان يمكن نتيجة لبعض المستغلين وبعض الناس اللي استغلت غياب الدولة خلال الفترة اللي من بعد 2011. الآن يتم استرداد أراضي الدولة، أنت استرديت مشروعات وأراضي الدولة خصصتها لك بسعر مميز لإقامة مشروعات زراعية، لا يمكن أبدا أن أنت تقوم عليها بمشروع سياحي أو بمشروع سكني وتكسب منه بدون ما تدي للدولة حقها. هناك أراضي مخصصة للزراعة، ما يصحش أبدا إذا كانت فعلا أراضي زراعية يتم الاعتداء عليها وإقامة مباني عليها. ده أدى لتآكل الرقع الزراعية في مصر بصورة رهيبة جدا، ويعني وخلانا ان احنا تضطر تلجأ ان انت تزرع تاني في الصحراء، وان انت واعتقد ان ده بيكلف الدولة تكاليف عالية جدا. إذن استرداد مثل هذه الأراضي هو استرداد لحق الشعب واسترداد لحق الدولة مرة أخرى، وأعتقد أن هذا الملف بيتم إدارته بصورة جيدة من أيام يمكن المهندس إبراهيم محلب، والآن المهندس شريف إسماعيل هو اللي بيتولى هذا الملف وبيتولى قيادته بطريقة سليمة، بحيث أن أنت عايز نفس الأرض يبقى تدفع حق الدولة، مش هتدفع حق الدولة، يتم استرداد الأرض مرة أخرى، أو أن أي أراضي هيتم الاعتداء عليها يتم هدم المبنى اللي موجود عليها بحيث أن احنا نسترد حقها. هو في تطبيق صارم بالفعل في الفترة أكيد. الأخيرة في هذا أكيد. الملف دي موجة 12 زي ما حضرتك بتقول، دي الموجة 12 هي موجات وبتشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. تمام، خلينا نروح لموضوع آخر من جريدة الوطن، تعاون بين الدفاع والكهرباء للاستفادة من الرمال السوداء. وزير الكهرباء تركيب وحدات مصنع تركيز المعادن على شاطئ رشيد إدكو وبدء الإنتاج خلال الأيام المقبلة، وهي ثروة موجودة بالفعل لدينا أكيد. الرمال عندنا السوداء. ثروة كبيرة جدا من الرمال السوداء موجودة في البحر المتوسط، عندنا يمكن حوالي 11 موقع للرمال السوداء المهمة جدا لتركيزها. هذا المصنع يقوم بتركيز مثل هذه الرمال وتصنيع واستخراج المعادن الموجودة فيها، ده بيتم تطبيقه، بيتم استغلال مثل هذه المعادن في يعني تصنيع منتجات إلكترونية مهمة قوي. احنا اصول مصر بتتمتع باصول كبيره جدا، ثروات ومعادن كثيره جدا سواء في سيناء، سواء في شواطئ في البحر المتوسط، سواء ايضا في جبال البحر الاحمر، كلها ثروات طبيعيه. وعشان كده احنا يعني موضوع المحاجر والمناجم اللي الرئيس يمكن قال هيتفتح قريب وهيتم فتح هذا الملف، هذه الثروات وفيها ثروات منهوبة كثيرة أكيد. جدا أستاذ محمد، هناك ثروات منهوبة لمصر الدولة ما حطتش لسه إيديها عليها، لو تم استغلال مثل هذه الثروات أعتقد أن مصر هيبقى لها مستقبل كبير جدا في الفترات القادمة. وأعتقد في توجه من القيادة السياسية للاهتمام بهذا الملف أكيد. في الفترة الملف اللي مهم جدا طبعاً، بس هو للأسف أنه هو يمكن احتار شوية يروح عند مين، وكان في عدم استغلاله، مرة تروح الثروة المعدنية لوزارة الصناعة، ومرة تروح لوزارة البترول، مرة إذا تم تركيز ملف المناجم المحاجر والمناجم وفتح هذا الملف ووضع يد الدولة على هذا الملف، أعتقد أنه هيحقق لمصر ثروات كثيرة جدا زي اللي بيحققه دلوقتي الغاز والبترول. إذا فتح هذا الملف أعتقد أنه هيحقق ثروات كثيرة جدا بالتأكيد. عنواننا الأخير من جريدة الأهرام ونطلع منها، وزيرة الصحة مقترح لعلاج الأفارقة من فيروس سي وزيادة فرص تصدير الدواء المصري، وهي طبعا اكيد هذا التصريح له ابعاد كثيره ليست فقط صحيه، لكن هناك ابعاد سياسيه وغير ذلك من الامور والاهتمام بالاشقاء الافارقه في هذا المجال. له مجموعه ابعاد، اولا اذا كنت بتتكلم على الدواء كتصدير الدواء المصري للسوق الافريقي، السوق الافريقي سوق واعد جدا ويمكن تصدير الدواء المصري لهذا السوق، مصر لها مميزات في إنتاج الدواء ولها سمعة طيبة للدواء المصري في الأسواق الدولية وخاصة يمكن في الأسواق العربية. نعم. وأيضا فتح السوق الأفريقي لهذا الدواء عامل مهم جدا. بالنسبة لعلاج الأفارقة من فيروس سي، التجربة المصرية الناجحة تجربة الحقيقة تجربة عبقرية جدا في والعالم كله، منظمة الصحة العالمية أصدرت تقرير مؤخرا وأشادت فيه بهذه التجربة المصرية غير المسبوقة في العالم كله، أنك تستطيع تعالج مثل هذا العدد في فترة وجيزة
أعتقد أنها تجربة ناجحة جدا وتجربة غير مسبوقة. ومصر الآن يمكن من الناحية الأخرى بقى أن أنت تقدر تعالج بيها وتصدر هذه التجربة لدول أخرى وأن أنت تفيد بيها الأشقاء الأفارقة. مصر مقبلة هذا العام على تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي وهيكون عليها مسؤولية كبيرة نحو القارة السمراء، وأن أنت يبقى ليك دور في هذه القارة، سواء دور بقى سياسي ودور اقتصادي ودور اجتماعي، وأيضا في هذا المجال مجال الصحة أن أنت تفيد الأفارقة بالخبرات المصرية اللي موجودة. مصر لديها خبرات كبيرة جدا في مجموعة من المجالات. هذا يعني الخبر بيقول أن مصر تبدأ أنها تفيد الأفارقة من خبراتها في مجال الصحة. وكان في حملات كمان صحية موجودة، وفود صحية بتروح لبعض الدول الأفريقية وقمة مستشفيات ميدانية، وهناك قوافل مصرية بتزور الدول الأفريقية. هناك في بعض الدول الأفريقية بتكون فعلا في حاجة ماسة يعني العلاج، وفي حاجة ماسة للخدمة الصحية، ونحن أولى إذا كنا قادرين على أن احنا نقدم هذه الخدمة للأشقاء الأفارقة، فمصر عمرها ما بتتأخر عن أشقائها الأفارقة أبدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ علاء معتمد، مدير تحرير جريدة الجمهورية، على هذه القراءة وهذه التحليلات. شكرا سمع. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة، لكن فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد موجز لأهم الأنباء مع الزميل شهاب شعبان.